مساء الخير. انا طارق البدوي من عمان، من فرقة اسمها هات باند، بغنوا شيء اسمه راب. الراب اللي هو ثقافة الشارع، وثقافة الشارع اللي هو شعر شارعي زي منذر، بس شعر شارعي بنبت من الاجيال اللي هو احنا الشباب بنات صبايا. ليش دائما بتسمعوا انه واحد بغني راب؟ الراب مش بس عن البنات، الراب مش بس عن الدخان، مش عن الطلعات، مش عن الطيارة والسيارة وبدي مصاري. في له قضايا كثير عن الطبيعة، عن البحر، لك تحكي عن مشاكلك النفسية، عن الاجتماعية، المالية، الاقتصادية. انا راح اشارك هيك بشعر شارعي بيحكي عن اليتيم. ضل تذكر ومن سجن اوهامك تحرر، قرر هالولد بس ما فكر انه المستقبل بستنى منه جهد اكتر. لا قول كلمة حق ما تعرفش، خلنا في السيجارة. قول كلمة حق ما تعرفش، اسأل ولا ما اسأل تسألش، حابس افكارك جواتك ما بتطلعش، تسأل ربك ليه يا ربي وانت عايش عالدفش. لا ما فيش تقبلش تكون صفر على الهامش، بتلزمش مسيطر على افكارك وافكارك مش إلك، يوم تتركك يوم تخذلك، يوم ورا يوم تقضي العيش النوم وتقوم كأنه ما صار ولا صار إلو يوم، وتقوم من النوم بحياتك كلماتك جواتك يموت منها ذاتك. وشكرا، مساء الخير. مساء الخير.